المؤمنين تقوم ترسانا بل سفي عنو دقيستا قيب كوكوبات آيات القرآن كاهات المانطي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وحال إلى المهاجرين وضدك دينة إسلامك درت النبي قول سهاجري ومكا يمالك لدوان تكسو هاجري مدينة وسهاجري قيب كاس إلهي وحكو أماني أمان آدو حال دير أولو دبا مريو لغو ختمي إن إيمان كود رنية أولئك هم الصادقون وقيب قيب كاللبات وحوية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وددك أنصارت الذي هجري ووحا أباهن نايان يقو أباهن نبقى يا أصحابتي سي مهاجرين تهاكو سودوي أنصار الإيرادة هذا وقيب كاللباط قيب كالسدحات وحال الإيرادة هذا أن سفادة آيات القرآن كاية المامي سوقفك إسكاله وكو سفوبة والذين جاءوا من بعدهم لبدا قيبوت أصحاب النبي وككوب نايين كبعد كويمت يقولون وعليهن ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربي غينو نو دنبي داف ولا له أن إيمانك نوجه الرئيين ودم بداف ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قلبي أننا إله حقده أجل ضدك أهل إيمانك ربنا إنك الرؤوف الرحيم دعاء داس ضدك كد دعيوي وحد عضي أن زمنك أن تابعينك إمامك الذي هجري زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أي وحى أويمت قرار العراق مركز وحى أمانين سيد علي وأسقى ووقيسة أمانتي وكده قيستي كبعد هذا وحى وحكى الشيغان سيد عمر يا سيد أبي بكر مركز وحى كيري مهاجرين تي آية قرآن كاهي أي شاكتي ما كمد باتهذين كواس هل أنتم من الذين قال الله في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دينهم أيضا ستأخري قل الله اسمكو جرتانو يلادينكو مركز سيير هذا مايا مركز كوير هل أنتم من الذين قال الله في حقهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم قل دي إلهي سبحانه وتعالى وكو أماني إني نفتو دي نفتو دافين أنصارتا هاينا مكو جرتين مركز سيير هذا مايا وأنا أشهد أنكم من الثالثة لستم من الثالثة وحن أن مرقات إلهي كاه في القدس الدحادة المسلمين تأو إلهي ولدنا جاءوا من بعد من أنهم كشرين وأبي هذا أنصارنا نقول ما يان مهاجرين نقول ما يان قلت ذيك الاستفادة دينا لقوا ما هي بس كي أبنا أنتلو بس ما أبنا أنا قف كي روين ومؤمن نقوله سد حداس فرق متكود وسجليا ضدك مؤمنين تأ وحيلهي كأماني إنه يسود دعيان أن بل ملائكة إلهي أو أن إلهي عاصن لا يعصون الله ما أمرهم إلهي ويري أي حتى الدعيسة ذاتك مؤمنين تا سورة غافر إلهي وحير سبحانه وتعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخل ايضاها القران كاي دعدا ملائك وي وحا كدعينيا وحي يدعينيا ددك مؤمنين تا واهل ايمانك مركاسي وحي او دعينيا الهي انه جنتي سي رديه سغليو ادو بني ادم لا اه او ولي با اي دينتا اسلامك ايغو كوسو غدبيين حداد او قوري ويده ان اد دعيسيد اي اد او بدش ان اد قبورودا فاكتيد عقابك إلهي والوسو ددجنا كي آخرنا وكود من يهوغو وحسالاً معها دعا ذا وحالي رضا وشيء قالية نبقان عليه الصلاة والسلام حديث وكورين أيه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا فرغ من الدفن وقف على الميت. هدي نبي عليه الصلاة والسلام وميت كأستان كي سفاروقه أو دميه وسو دلجوك سجري. فقال مركز وحده جري استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن إلهي ذنب داف وقبرية وسألوا له التثبيت وحدو يديسان إلهي إنه جواب تصح ذا قصقه فإنه الآن يسأل محايا لهد على ويدين إياه وحال ويدين إياه أن إمام كيسي وحال ويدين إياه رسول كيسي وحال ويدين إياه ربي كيس سبحانه وتعالى هول علوس أيا دنبايسة هاو شا صدنا لويدين إياه غفك دو جواب تصح وشيقه إلهي سبحانه وتعالى رضيس يا رحمة دي سوسين إياه هادو قفنا هول علوس أو تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت مد إلهي يريوه سبحانه وتعالى سيداسا نبينا عليه الصلاة والسلام ومد إسلام كأبري تري إني ميتك أيسنان اللوبين أو أي أدعيان وحكم ذا أن وحيابها قفك ميتك أنفعية ولدوني يو إن دتك مؤمنين تاهي أيكو حسوستان مؤمنين تاكالي خاصة أن أولاد والدك إن يكون حسوستان وحيابها لقما مرمان كاه صدقة ذا كمدة دواي قهر وهابي وبدي جرت عمد وعدي جت صدقة ما بنانه هذا وحيب كد عيان محوها إذا عده يبقى كد عيان يقو صدقة ودي سنة ولا والدك والدك الله صدقين إياها وحن ملاين إياها هذا كبعد صدقة إن سخلاف لاين سعبي تابعي 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 اللي دي هجر عبد الله بن مبارك أو حويري إمام مسلم كسو قورين إياه لا اختلاف في الصدقة بين الإسلام ضد كأهل الإسلام كا وإمام وين أو محدثين توا وين كمدا أو سلف صالح كمدا إسلام كدحدي سوح خلاف في صدقة كم جيران وح خلاف في صدقة كم جيران وارون معايا لي نصوص عد وسنة كود صحيح يا هاي أيا صدقة صغيا وحاكم بدا حديثك صحيحين ك ان عائشه ايا وحي ورنيسا رضي الله تعالى عنها نبي عليه الصلاه والسلام ايا وحا ويمدن مركاس وحي يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها وحي هويدي si kadis ah ayay u dhimatay mautul faj'a waxa la yiraahdo waxana u maleynaya haday janas u heli lahayd inay hadasho inay wax sadaqaysan lahayd intaas waa dhacdadii dhacday oo saxaabigaasi uu soo joogay ulajeedadiisi uu soo gudbay wuxuu yiri fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha hadithka bukhari muslim aan dhigaya hooyaday ajr ma ka helaysaa hadaan u sadaqeeyo النبي قال دو وجه وابين كاس مايا حوله إنه وسكه سنة إن نفط أبى جعل الله يستاء لكن هدي النبي قال يري عليه الصلاة والسلام ها وهبي بيني الشيء سائدين على المركز وأقول له صدق الله ما بحين كره الله بالد حول الله ما بحين كره النبي قال وكو جوابي نعم رواية كلا أو صحيح المسلم كل جس ورينا يوم إن وأبو هريرة وكسو وريجي نبى النبي قال ويمت ساسو كله عليه الصلاة والسلام مركز وعيري إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق أباه ودنتي حولو كتغي ثلث كي الله أقل أقفك مسلم كاهي إنه أدر دارمو إن الله صدق إينا مو صندر دارمين فهل يكفر عنه دم بداف ما كهل إياه ودم بقسم اللقو دافا يا أن أتصدق عنه يرى أن كصدق يوم صدق كبحش مركز نبو كير عليه الصلاة والسلام نعم ولا كأجر أصقنا وكهل يا دم بداف أديقنا واحد كهل يسا أجر لبا فائدة له وي وفعل لبا فائدة له والله بدا دي نعب فائدة دي سوء صلى الله عليه وسلم سيداس تابع تابع قاسي ويري إسلام كدح دي خلاف ملحا صدقه أيان نصوصنا أغيّ حيثا
qofkii muslima ee waalidkiis uu dhintay inuu waalidkiis xoolo u bixiyo, u sadaqeeyo, baarinimona waa ku helayaa, ajarna waa ka helayaa. qofkii loo bixiyeyna ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo dembi dhaaf ayuu ka siinayaa. hadda wixii o dhan waxaabaa loo diiday sadaqadii, waxaa loo diiday qabrigii baa la caabudaya la leeyahay, ducadii waxaa loo diiday qabrigii baa la caabudaya. ulajeedadu waxa weeye khayrkao dhan inta layska soo duubo la noqdo muxuu ahaa wax khayr la-aana. waxaan qiso ku maqlay, waxay samayn jireen boqortooyadu ardu najdi walxijaas waagii ay waddanka qabsadeen iyo maxaa cabdiwahaab waxay ku heshiiyeen dadka dhowrsimaha badan ee wanaagsan haddaan la dili karinin in cibaadada laga fasaadiyo, sababtoo ah hadday inkaaraan waa la helayaan. markaasay waxay ku guulaysteen inay salaadii ka fasaadiyaan. qof salaadiisa aan la aqbalin cibaadada u hartay maxay tahay? cibaadada dhuuxeedii oo dhanaa lagaa dumiyey. waxaa laydinla rabaa inaad noqotaan dad aan baariyaal ahayn, sadaqo bixinin, waalidkood xasuusanin, waana wax aada u qaab daran, islaamka ka mid ma ahan sifaadkooda. ducada waxyaabaha aada wax looga sheego waxaa ka mid a oo ay aada afka ugu hayaan ducada qabuuraha lagu ducaysto agtooda waa sunno. wahaabiyana waxay qabtaan inay munkar tahay in qabuuraha lagu ag ducaysto. in xayi iyo meydba loo duceeyo inta qabuuraha la tago sunno nabiga ka sugnaatay weeye calayhi salaatu wasalaam. yaan dheeldheel laydinkaga dhaadhicin wax been ah. caaisha radiallahu tacaala canha xadiidka saxiixulmuslimka waxay warinaysaa, oon ku soo khatimayaa mawduucan, waxay ka sheekaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hamiinka uu gurigeeda usoo hoyaado, kulamaa kaanat leylatuhaa kharaja rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ila albaqiic. hamiinka caaisha ay leedahay guriga caaisha uu nabigu usoo hoydo calayhi salaatu wasalaam, qabuuraha baqiic ayuu aadi jiray. baqiic waxaa la yidhaahdaa maqbaratu lmadiina, madiina zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asmaantii ka dambeydaba qabuuraha ugu waaweyne ee magaalada madiina wey. faqaal wuxuu dhihi jiray bay tiri caaisha markuu qabuuraha tago, assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa ataakum maa tuucaduuna gadan mu'ajaluun wa innaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun. intaas ka bacdi uu ducayn jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu dhihi jiray allaahuma akfir liahli baqiici lgharqad, ilaahay uu dembi dhaaf baqiicu lgharqad ehelkiisa. baqiic waa meesha magaceeda, gharqadkuna waa geed ka baxa, ehelkuna waa dadka ku aasan. waa duco nabigu duceeyey calayhi salaatu wasalam. xadiidkaas fawaa'id badanaa laga qaatay saxiixulmuslimka, imaamu nawowi sharxiisad ka fiirsan doontaan, laakiin ulajeedada aan ka leenahay waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam inta soo tegay oo qabuuraha yimid ayuu haddana duceeyey. ma waxaan leenahay ducadu mustajaaba maahan? ma waxaan leenahay mustaxab maahan ducada qabuuraha lagu ag ducaysto? sow ficilkii nabiga maaha calayhi salaatu wasalaam. weliba riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nabigu bari jiray asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam ducadaas. caaisha maray weydiisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay tiri, yaa rasuulallah kayfa aquul, maxaan leeyahay markii aan muxuu ahaa qabuuraha ziyaaranayo, ducadan oo kaleo dheer ayuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. saxaabo kale oo fara badan oo burayda ka mid yahayna isaguna wuxuu soo warinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalaam qabuuraha madiina inta soo maray inuu yidhi, allaahuma laa taftinna ajrahum walaa tudillanaa bacdahum, inta soo dul istaagay qabuuraha madiina. ducadii nabigu ducay jiray calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo waa munkar, waa arrin weyn weeye. calaa kulli xaal, meydku iidaha inta qofka nooli uu dhibsadana wuu dhibsadaa sida axaadiidku ku soo aroortay, nacfi badanna wuu u baahan yahay. oo ducadaas iyo intaas aan soo sheegnay iyo in ka badaniba ay jiraan kullayba isagoo faahfaahsan meelo kaleed ka heli doontaan hadduu ilaahay idmo, laakiin hadaba hadda intaas aan kusoo gaabinayaa. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعر آدي آدي أمهن سيهي موضوع مهم كأها وكهل لي أمواتا يميدات ميتكو حقا ونقول ليهي إلهينا أجري حسنان هكا 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 سيهي